السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب كل المتابعين على قناتي وليد فوتز. صراحة أحب أشكر كل اللي يدعمون القناة سواء بالنشر أو بالمشاركة أو حتى بالملاحظات، واللي يكتب لي الكلام الطيب أو حتى اللايكات اللي توصلني. أحب ألخص سنة 2017. أقول سنة 2017 بديت أنا في القناة ببعض الحلقات ووقفت فترة طويلة، مش لأني أنا مش حاب أني أشارك، ولكن ما كان عندي الوقت أني أنظم الحلقات وأنزل، وكنت متردد أني أحط حلقات خاصة وأظهر فيها، كنت بس فقط أعدل وأحط الفيديوهات هاي. ولكن لما قارنت أني أنا في سناب شات أحط لبعض التلميحات والدروس اللي يستفيدون منها المصورين، قلت ليش لا، خلني أنقلها كمادة مرئية للإخوان أو المتابعين عندي في قناتي. تقريبا زيادة المشاهدات كانت في الربع الأخير ضعف السنة كلها. يعني أنا أتخيل يعني من بداية السنة لين الربع الثالث، نهاية الربع الثالث، كانت عندي المشاهدات ما توصل للرقم اللي وصلت لليوم. يعني كانت تقريبا 8000 مشاهدة للفيديوهات الموجودة، ولكن شو في ثلاث أشهر أنا عملت قفزة وصلت إلى 18000 مشاهدة، وهذا اللي شجعني اني انا استمر واحط دروس كثيرة. احب اشكركم جميعا الصراحة على دعمكم اللامحدود هذا، واشكر كل الملاحظات اللي تيني على الكومنتس. انا يعني انا واحد منكم وفيكم، اذا ما اتعلم ما بكون يعني مستفيد. اتمنى ان المواد كلها اللي احطها مناسبة وتوصل لذائقتكم الصراحة، وهذا اللي اتمناه. وان شاء الله السنة الجاية حاط تحدي لي اني اقدم سلسلة من الدروس بطريقة معينة تفيدكم. فهني اقدم لكم استفسار، واتمنى اشوف الكومنتس تحت، هل تحبون ان تكون الفيديوهات الاسبوع اكثر من ثلاث فيديوهات، ولا تفضلون ان يكون على مستوى فيديوهين بس فقط يكون فيه هنا الدروس، سواء كانت تصوير تلميحات او حتى تصوير خاص بتعديل الصور او دروس خاصة بتعديل الصور. على العموم نقول حق هاي السنة وداعا مثل ما يقوم بما فيها، ونقول إن شاء الله سنة جديدة تيكم، وكل عام وانتم إن شاء الله بخير وبصحة وبسلامة، ولا تحرمون القناة بالمشاركات واللايك، ولا تنسون تسجلون في القناة. شوفكم على